أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون شيء لمن
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله.